برعاية وزارة التضامن الاجتماعي أقامت ساقية الصاوي ندوة بعنوان أفكار جديدة لإعادة بناء مصر. الفكرة ببساطة شديدة هو أستاذ رجب عبد الحميد كان صمم تربينة طاقة رياح لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح باستخدام الرياح البطيئة. مصر فيها كمية طاقة رياح كبيرة جدا، لكن مشكلتها انها متركزة في منطقة اللي هي بتاعت ساحل البحر الشمال شرق ساحل البحر الأحمر، دي المنطقة اللي فيها أعلى سرعات رياح. بقية مناطق مصر سرعة الرياح فيها مش بطيئة. فهو عم رجب فكر في فكرة بسيطة جدا ان هو يستغل المناطق اللي سرعة الرياح فيها بطيئة لتوليد الكهرباء منها. الفكرة هي ان انا حاولت جاهدا ان انا اوصل لوسيلة اللي بيها ان انا اولد كهرباء من غير تكلفة، فلقيت انسى وسيلة اللي هي الطاقة المتجددة او الطاقة النظيفة حاليا. فلقيت انها طبعا دراسة بالنسبة للرياح في مصر معروفة ان هي الرياح بتاعتها بطيئة، يعني المنطقة الغربية 9 ميل و 4 ميل و 4 ميل ونص في الساعة متوسط السنوي. فالمنطقة الغربية منطقة شاسعة قابلة للزراعة قابلة للصناعة قابلة لكل حاجة. فبالتالي وصلت الفكرة ان انا اقدر ان انا اجمع سرعة الهواء، ان انا اعمل طول ونظائي، يعني فكرة زي الفنشوري اللي بيها ان انا ازود سرعة الهواء اضاعف السرعة بتاعتها اللي بيها انا وكمان اتحكم فيها، يعني لو السرعة زادت عن المعدل المطلوب افرغ الهواء عن طريق مثلا انا باخدها بحجم اللي هو بدخله عنده باخده جوه الفنشوري اللي هو زاد قوه الضغط بتاعته زادت عن المعدل المطلوب للتوربينه، لان لو زادت التوربينه ازيد من اللازم بيحصل تلف، يحصل التلف للبطاريات او يحصل تلف للاجهزه اللي موجوده المكمله ليها. الندوة تضمنت عرض لمجموعه من الافكار والمخترعات لشباب مصري كل هدفه نهضه مصر. هو المشروع حضرتك بيتلخص في التالي، احنا عندنا مشكلة لإقامة السدود في دول حوض النيل وبتأثر على حصة مياه النيل. بحيرة ناصر في سد عالي، المياه بتاعت بحيرة السد العالي دي موجودة ورا السد العالي. المشروع بتاعي بيتلخص ان انا بعمل قناة من منطقة الشغب اللي هي عند الأقصر تحديدا الى منطقة ناجا حمادي في المنطقة المنحنية في خط مستقيم. طول الخط المستقيم ده 60 كيلو، حوالي 55 كيلو متر مربع. 5 كيلو فقط هيبقى في مسارات تحت الارض هتاخد من نهر النيل، وال50 كيلو الثانيه هتبقى عباره عن قطاع بعرض 25 في ارتفاع 20 متر. طبعا في بدايه المسار هيبقى في محطه رف، وفي النهايه هيبقى في سد لحجز مياه النيل. الشباب كان كله طموح وأمل لتحقيق نهضة البلد الحبيب مصر، وكمان الوصول بيها لبر الأمان.